الأخ أبو خود مبارك بن ماضي محافظ محافظة, محافظة حضرموت الأخوة أعضاء مجلس النواب والشورى الأخوة الوكلاء الوكلاء المساعدون الأخوة المستشارون الأخوة مدراء العموم الأخوة الحاضرون جميعا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى أهلنا الأكارم في محافظة حضرموت، حضرموت الخير والوفاء، حضرموت الحضارة والتاريخ والعلم والثقافة، يطيب لي الحديث معكم في هذا المقام وهو حديث القلب إلى القلب بعيدا عن لغة العواطف، لا سيما ونحن على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل إستعادة الدولة. وبناء مؤسستها الأمر الذي يستدعي منا مزيدا من التعاون والتماسك كي نصل إلى تحقيق ما يصبو إليه أهلنا الصابرون في حضرموت من تقدم ورقي وازدهار في كافة المجالات وخاصة في المجال الخدمي والاقتصادي وعليه فأني أولا اتوجه بجزيل الشكر لله العلي القدير ان وفقني واعانني على قياده دفه المحافظه عسكريا وامنيا ومدنيا في ظل ظروف استثنائيه والمحافظه على امنها واستقرارها الذي صار نموذجا يحتذى به ويشاد به من قبل الزائرين من بقية المحافظات الأخرى، حيث صارت حضرموت قبلة للآمنين، ولم يكن هذا الأمن ليتحقق لولا فضل الله والتضحيات الجسام العظيمة التي قدمها أبنائنا وجنودنا البواسل في ميادين الشرف والعزة، فقد وفقني الله لتجنيب حضرموت من الصراعات والتصادمات والمواجهات المسلحة التي تعاني منها بعض المحافظات الأخرى، فعلينا أن نحافظ على هذا الأمن والاستقرار نضعه في حدقة أعيننا، فقد قيل فالأمن أهنا حيش، والعدل أقوى جيش، ثانيا أن يتقدم بالشكر العميق لكل الخيرين في المحافظة الذين وقفوا معنا في قيادة مسيرة البناء والعطاء في هذه المحافظة من وكلاء ومديرين ومدراء عموم وقادة عسكريين وأمنيين ومدنيين ومستشارين الذين كانوا أكبر عونا لي بعد الله سبحانه وتعالى في رسم الخطط ومتابعة المشاريع التنموية التي تم إنجازها وتحقيقها. فجزاهم الله على على كل ذلك وقدموه من اجل النهوض والارتقاء في المحافظه الى مستوى افضل وقد عملنا سويا وفق الامكانيات المتاحه فنحسننا فنسال الله المزيد من فضله وان اخطانا وقصرنا فنسال من ان يعفو عن تقصيرنا ثم ابعث بالرساله الثالثه لاهلنا الصابرين في حضرموت وأقول لهم إننا لن نخذلكم أبدا وسنكون سنة وعونا لكم بعد الله سبحانه وتعالى في أي موقع أو أي منصب نستطيع أن نخدم المحافظة ونخدمكم فيه كما أنني أوصيكم بالالتفاف حول المحافظة الجديد مبخوت بن مبارك بن ماضي وفقها الله لكل خير والشد من أذره وأن يكون خير معين له مواصلة مسيرة الارتقاء والعطاء بالمحافظة إلى المستوى الذي يؤمله المواطنون ونؤكد لكم أننا سنعمل معا جنبا إلى جنب في سبيل تحسين الأوضاع ما استطعنا إلى ذلك سبيلا كما أنني أوصل أخ مبخوت بالماضي بالصدق والأمانة وتحمل مسؤولية تجاه أهله وأن يعمل بتفاني وجد واجتهاد للخروج من المحافظة لبر الأمان وتجنيبها أي صراعات جانبية كما أني اتخذت على نفسي أن أسامح لكل من تكلم علي بسب أو شتم أو تشهير بجهل لعدم علمه بحقيقة الأشياء فأقول لكم غفر الله لكم ما قلتموه في وعلي فلو تعلمون ما أعلم ارتموني ولم تعذلوني الحمد لله الحمل ثقيل ثقيل جدا حفظ الله حضرموت من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يوفق محافظها الجديد لما فيه صلاح وخير صلاح البلاد والعباد أيها الأخوة الأعزاء أمام حضرموت فرصة ذهبية لتحقيق آمال مواطنيها والمتمثلة في بناء تجربة وطنية بدون شك ستسهم في إثراء البناء المؤسسي للوطن بصورة عامة أن بناء المؤسسات على أساس قانونية وديمقراطية قد سنحت له فرصة قد سنحت لها فرصة فريدة في هذه الظروف رغم أن الوطن يعيش حالة حرب مع الانقلابيين الحثيين وهذا يضع علينا جميعا مسؤولية كبيرة هي من تختفي أمامها روح الأنانية وحب الذات وتحل محلها روح المحبة والتعاون والتعاضد روح العمل كفريق واحد على مختلف المستويات روح الوقوف الى جانب المسؤول الاول في المحافظه في هذه الظروف ونبذ كل الخلافات والسمو عاليا وكل ما يفرق بين ابناء حضرموت على مستوى القاده والقياده استطيع القول القول لكم اليوم أن أن من يراجع خطاباتي الأخيرة بدقة كنت كم كنت سعيدا جدا لما وصلت حضرموت إليه اليوم وتمكن وتكمن سعادتي بصورة أساسية في تجنيب حضرموت كل المنزلقات والصراعات أنه بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ثم تم إنشاء قوة عسكرية وأمنية من أبناء هذا الوطن الأسس العلمية وقانونية تتمتع بروح معنوية عالية كل ذلك كان بفضل الروح التي عمل بها القادة العسكريين والأمنيين على مختلف المستويات فكانت كلمتهم موحدة عندما ظهرت بعض النوايا التي كانت تستهدف جرح حضرموت إلى اليمين أو إلى اليسار فكانت قراراتهم فكانت قرارات القيادات العسكرية والأمنية موحدة ومنبثقه من حكمه ووحده القياده قد لا تتصوروا ايها الاخوه انه على القائد العسكري الاعلى لاي قوه اتخاذ قرار في عده ثواني اي بالاجابه بلا او نعم او اقتراح البديل كثيره هي المواقف العصيبه التي تعرض لها القاده العسكريون والامنيون على مختلف المستويات ونستطيع القول بكل ثقه اليوم أن البناء العسكري والأمني في حضرموت دون شك سيؤسس لبناء للبناء العسكري السليم في مختلف ربوع الوطن أيها الأخوة الأعزاء اليوم لا نستطيع أن نكشف عن جميع الحقائق هذا أمر سيكشف عنه بعد سيكشف عنه بعد مرور عشرين عاما وما فوق نظرا لسرية المهنة في هذه المسات وقد لا نكون نحن على قيد الحياة ولكن سيكشف دون شك سيكشف دون شك فمنذ الوهلة الأولى وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى ولتجربة عسكرية تراكمت على مدى عشرات السنين استطعنا وبتعاون وثيق مع قيادة قوات التحالف العربي وعلى رأس المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من اتخاذ القرار الصائب والمتمثل في بناء قوة عسكرية تخضع لتدريب عالي في منطقة الربع الخالي بعيدا عن الانظار وبعيدا عن عناصر تنظيم القاعده الارهابي ولا اخفي عليكم ان هناك عده افكار قد درست ووضعت لكيفيه عمليه تحرير ساحل حضرموت ولكن القرار الذي اجمع عليه الجميع والذي هو القرار الذي ذكر انفا فجرى تجميع وتدريب الاف الشباب من مختلف مديريات المحافظه وخضعوا لتدريب شاق ومهني لفترة تزيد عن أربعة أشهر وعندما اقتنعت قيادة التحالف وقيادة الشرعية والقيادة العسكرية الحضرمية أن هذه القوة جاهزة لخوض المعركة بنجاح واتخذ قرار معركة تحرير المكلة ومدن ساحل حضرموت وفي الرابع والعشرين من أبريل نف... عام 2016 نفذ نفذت عملية التحرير بنجاح فكان الجميع يضع يده على قلبه لكن أبطال هذه القوة كانوا على مستوى عال من الإعداد والشجاعة وقدموا مئات الشهداء وكان لهم النصر في أقل من 48 ساعة فوجئ العالم بهذا النجاح الباهر وبقدرة هذه القوة الفتية وبذلك تكون حضر موت قد أسهمت بقسط في الحرب على الإرهاب وبعد عملية التحرير أتت مرحلة صعبة وهي مرحلة تثبيت الأمن وهي أصعب وأعقد مرحلة ولا أخفي عليكم سرا فقد اتتني اتصالات من مختلف المستويات يحذرون من ان من اني ساواجه الان عمليات اللقاء الارهاب قد تدمر كل ما تم تحقيقه اذ قال لي في اتصال هاتفي مسؤول ذو مستوى عال بانهم سيستلمونك اي العناصر الارهابيه الان بالسيارات المفخه والمتفجرات فكانت لنا تجربه مريره في اول شهر رمضان من العام الاول للتحرير مع قوى الارهاب في ليله واحده ومع اذان المغرب استهد... تم استهداف بوابه العسكريه لمعسكر الريان بفوة ونقطة ما شريف في المكلا ونقطة الجسر الصيني استشهد في هذه العملية أكثر من ثلاثين شهيدا لقد كان ذلك أمرا أمرا مفجعا بالنسبة لنا لكننا التقطنا الأنفاس وراجعنا خططنا ووضعت خطة أمنية محكمة وانتشارا أمنيا واسع الأمر الذي وضع حدا لهذه الهجمات الإرهابية لكن مدينة المكلا إلى حد ذلك الوقت لم تأمن من تهديد العناصر الإرهابية والتي كان مصدرها موقع المحصن منذ سنوات في وادي المساني فكان لا بد من تحرير هذا الوادي وكان ذلك بتعاون وثيق مع قوات التحالف العربي ولابعاد الخطر عن ولابعاد خطر التهديد اي تهديد ارهابي نفذت لاحقا عمليه الجبال السود بعد ذلك تحركنا وبسرعه نحو بناء المنشات التعليميه العسكريه والامنيه اليوم تقف كلية الشرطة صرحا تعليميا شامخا لما تمتلكه من ميادين تدريب ومبان تعليمية وسكنية ومرافقة ومرافق أخرى وهيئة تدريس كفؤة تجعل هذه الكلية لا تقل مستوى عن الكليات في الوطن العربي الاخر كما نال بنا سكن الضباط والافراد جل اهتمامنا فمجمل المعسكرات التي تتمركز فيها القوات العسكريه اليوم بنيت من جديد كما تم بناء مدرسه القتال التابعه للمنطقه العسكريه الثانيه وهي بمثابه كليه حيث تعقد فيها دورات العاشية للضباط والصف ضباط والجنود المستجدين وفرضت علينا ظروف كورونا إنشاء مستشفى عسكري فتم إنشاء هذا المستشفى في وقت قياسي كما تم إنشاء مستشفى ميداني في معسكر ريان بطاقة 500 سرير منذ سنتين يجري العمل على إنشاء مجمع سياحي ضخم ألا وهو المجمع السياحي لنادي الضباط في منطقة خلف وهذه التجربة الفريدة أقدمت عليها قيادة المنطقة العسكرية الثانية وحظيت قيادة الأمن والشرطة بعناية كبيرة حيث نفذت في حضرموت دون سواها من المحافظات الأخرى برنامج خاص لإعادة تأهيل وتدريب الصف الضباط والضباط وإعادة بناء المراكز الشرطوية وتزويدها بأحدث الأجهزة والوسائل وسائل اتصال كما برنامج لمدة عام قبل دولة الإمارات العربية المتحدة ونتج عن ذلك تسليح وتدريب هذه القوة وتزويدها بالمعدات ووسائل النقل ومكافحة الحريق حتى حصلت حضرموت على ما يقارب من 276 آلية وكان مشروع النصب التذكاري للشهداء من أهم المشاريع التي أقدمنا عليها ويقف اليوم مشروعا شامخا يخلد شهداء حضرموت أصبح معلما كبيرا من معالم مدينة المكلة فقد كان تثبيت الأمن والاستقرار في حد في حضر موت المطلب الأول للمواطنين وكان المدخل الأساسي للتنمية فلا تنمية بدون أمن مستتب ستتذكرون أيها الأخوة الستة عشر نقطة التي تضمنها خطابي اللي وتضمنت تنمية كافة القطاعات أكدت في أكثر من مناسبة أنه لا يمكن الاهتمام بتنمية قطاع إلى حساب قطاع آخر فلذلك كانت التنمية في حضرموت شاملة وفقا للإمكانيات المتاحة فنال قطاع التربية والتعليم نصيب الأسد تم التعاقد مع أكثر من عشرون ألف معلم في الوادي والساحل وفتحت أكثر من خمسون ثانوية في المناطق الريفية دخلت الخدمة وهي تعمل الآن كما بنيت 12 روضة جديدة وتم العمل على منح التسويات وبدل المواصلات وتدعم السلطة المحلية ميزانية جامعة حضرموت بأربعين مليون يمني شهريا وجامعة سيون بعشرين مليون يمني شهريا وتدفع رواتب لأكثر من ستين مرفق حكومي في الساحل والوادي وأكثر من مليار و وخمسين ريال بدل مواصلات ورواتب للعاملين في السلك التعليمي تلاها القطاع الصحي تدعم السلطة المحلية مساعدة للعلاج في الخارج والداخل لعدد 200 مريض شهريا وتدعم السلطة المحلية ميزانية المستشفيات أيضا وفي قطاع الكهرباء قد تم إنشاء محطة غازية بقوة 75 ميجا تخدم الوادي والصحراء كما تم إنشاء محطة شهر بقوة 40 ميجا وشقة الطرقات وشقة الطرقات ومن أبرزها طريق السبسة وطريق الدائري القطن وطريق المعدي طريق الفرح عاب بطول خمسة ستين كيلو وطريق الضليعة بطول أربعين كيلو تم إعادة وتأهيل الشوارع الداخلية لمدينة المكلا وبنية الجسور واليوم يقف جسر المعابر وجسر النوبة من أبرز مشاريع التنمية في قطاع الطرقات في الجانب الغربي وفي القطاع الإعلامي تم بناء قناة حضرموت وزودت بأحدث الأجهزة وعلى أساس تجهيزات حديثة كما تمت أي مبنى الإذاعة الجديد بالتجهيزات والمعدات الحديثة الذي بعد أن دمر المبنى القديم ولم يكن صالحا للعمل كما تم ترميم الجزء الكبير من القصر السلطاني وتم العمل على فتح متحف المكلة بعد أن دمر ونهبت ممتلكاته. وتم بناء المسرح الوطني على اساس حديثة كما تم الاهتمام بالمواقع الاثرية وتم اعادة ترميم وتأهيل المدرسة الوسطى بغير بوزير بين قوسين المركز الثقافي وتم اعادة تأهيل وتأهيل حصن الغويزي وترميم متحف الفقيد حسين ابو بكر المحضار بالشعر كما تمت الاهتمام بالنظافة وتزيين المدن واعطي اهتمام غير عادي لقطاع الاستثمار وهيئة الظروف يقتلع المستثمرين المستثمرون العمل في هذه المحافظة فأقبلوا على مشاريع سياحية واقتصادية وعلى سبيل المثال مصنع الدقيق والغلال حيث بنيت ثلاثة مصانع في هذا القطاع وثلاثة مصانع لمواد البناء وأكبر مصنع لتعليب الأسماك في بداية ومشاريع سياحية مختلفة والمجمع السياحي لنادي الضباط العملاق وحظي قطاع الشباب والرياضة باهتمام غير عادي تم إعادة تأهيل وتعشيب ملعب الشهيد بارادم في مدينة المكلا وملعب سيئون وعدة ملاعب أخرى في الساحل والوادي ودعمت الأندية الرياضية وقدمت الحوافز للمتفوقين من الأندية والأفراد فظهرت حضرموت على الخارطة الرياضية للوطن بشكل مشرف كما تم إنشاء صندوق للشباب لدعم المشاريع الفردية والجماعية للشباب وحقق هذا الصندوق نجاحا كبيرا عندما ضاقت الأحوال المعيشية على المواطنين معدم الدخل فكرت قيادة السلطة المحلية في تقديم المساعدة لهم فأنشأت الصندوق الخيري يستفيد من تقديم المساعدة أكثر من 820 ألف أسرة تدعم السلطة المحلية هذا الصندوق شهريا بمبلغ وقدر 750 مليون ريال يمني ودعمة المرأة تم الدفع بها إلى مراكز قيادية متقدمة حيث استحدثت حيث استحدث منصب وكيلة لشؤون المرأة ودعمة المرأة لحضور الأنشطة الدولية والعربية والمحلية بدعم من السلطة المحلية وتبوء النساء أكثر من سبعة مواقع قيادية في المحافظة أيها الأخوة والأخوات إنه أمام هذه المنجزات العظيمة يجب الاعتراف لأن الأمن والأمان والتنمية وتطبيع واستقرار الحياه لم يكن ممكن الا بفضل الله سبحانه وتعالى ودول التحالف العربي بقياده المملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات العربيه المتحده فهذا يجب ان يخلد في التاريخ ولا يجب ان ننساه ويتجاهلها الاجيال القادمه باي حال من الاحوال لقد سمعنا هناك اصوات تنشز لبعض القوى وفي بعض الاوقات تؤدي الاساءه الى الدور العظيم للمملكه ودولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن لقد خضنا معارك جنبا إلى جنب مع أخوة قادة عسكريون من دولة الإمارات العربية المتحدة وكانوا في الخط الأول وكانوا يتمتعون بشجاعة عالية وكانوا حريصين جدا على أن يتم تحقيق النصر بأقل خسائر فتحية لهؤلاء الأبطال الذين تميزوا في الأداء فكانت لهم البصمة الكبيرة في تحقيق كل انتصارات حضرموت وفي تقديم يد العون والمساعدة للمواطنين تحية للشهداء من أبناء هذه الأرض الطيبة التي رأت دمائهم أرض حضرموت وتحية لمن يقف اليوم لأداء الواجب العسكري والأمني ويتمتع بروح وطنية عالية وتحديا كل الصعاب والمعوقات أيها الأخوة والأخوات اليوم حضرموت تصنع مجدا جديدا ولهذا فإننا ندعو الجميع إلى التكاتف والالتفاف حول المحافظ الجديد الأخ مبخوت مبارك من ماضي اما نحن فنعاهدكم ونعاهده باننا سنكون عونا له في مهمته هذا في هذه المرحله وسنخدم حضرموت من اي موقع إن كان التوفيق والسداد للاخ المحافظ الجديد الاخ العزيز مبخوت من ماضي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدي محمد رسول الله سيادة النائب اللواء فريق سالمين البحسني الأخوة أعضاء مجلسي النواب والشورى الأخ الأمين العام الأخوة الوكلاء والوكلاء المساعدون وأعضاء المكتب التنفيذي الأخوة والأخوات الحاضرون جميعا أنني أقف اليوم بينكم متحملا مسؤولية كبيرة على وهي قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بجناحيها الساحل وهضبته والوادي وصحراء مستعينا بالله سبحانه وتعالى وآملا دعم القيادة السياسية التي منحتني الثقة القيادة السياسية متمثلة بالمجلس القيادي برئاسه فخامه الدكتور رشاد العليمي ونوابه ومنهم اللواء فرج البحسني الذي تسلمت منه قياده هذه المحافظه وأيضا بعد الاستعانه بالله معولا على ابناء حضرموت الالتفاف حول سلطتهم المحليه ومعولا ايضا على السلطه المحليه في محافظه حضرموت لنعمل سويا لنعمل بروح الفريق الواحد وفي البدايه اود ان اشكر القياده السابقه لمحافظه حضرموت ممثله بالمحافظ السابق على كل الانجازات الكبيرة التي لا احد يستطيع ان ينكرها، ولو لم يكن له في خلال هذه الفترة المنصرمة الا بناء النخبة الحضرمية التي نفتخر بها جميعا، وسنبقى محافظين عليها حفاظنا على حدقات اعيننا، ولو لم يكن له سوى بناء ذلك الصرح، الصرح الامني العظيم في هذه المحافظة لو لم يكن له إلا هاتين لكفى ولكن الإنجازات كبيرة ونعلم جميعا أنه أستلم المحافظة وكانت في أسوأ حالاتها بعد أن اجتاحتها تلك العناصر ولله الحمد الآن نحن نعيش في أمان واستطاعوا أن يعملوا ما استطاعوا أن يعملوه في التنمية ونحن نقول اننا سنستلم هذه المحافظه بقياده مدنيه نستطيع فيها باذن الله ان نبدا حيث انتهوا ونطور بقدر الامكانيات المتاحه اردت ان اقول هذه الكلمه الكلمه المقتضبه اما برنامجنا للعمل الذي شعاره حضرموت اولا سنعلنه في الاجتماع الذي سيعقد ان شاء الله يوم الاثنين القادم بإذن الله بحضور المكتب التنفيذي والمكتب التنفيذي بالساحل والمكتب التنفيذي بالوادي والشخصيات الاجتماعية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشورى ومن وجهت له الدعوة من السلطة المحلية وهنا اليوم فقط أتينا لنشكر للأخ النائب هذه الروح الديمقراطية المشوبة بشيء من الروح العسكرية الانضباطية ونحن باذن الله سنكون عند حسن الظن وهناك من العوامل ايضا التي نامل فيها انه عندما كنا نعتقد ان هناك حلقة مفقودة بيننا وبين القيادة السياسية الان هذه الحلقة موجودة وستساعدنا كثيرا الاخ فرج سالمين البحسني هو يتربع على أعلى السلطة وبإذن الله سيكون بيننا تعاون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعلاناتكم على قناه عادل المحليه يرجى التواصل على الارقام التاليه